الرئيس السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ ويؤكد أن مشروعات مصانع الرمال متاحة أمام القطاع الخاص. مدبولي يتابع استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج. شكري يترأس الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء كوب 27 ويؤكد أن المؤتمر يمثل فرصة للتأكيد على الالتزام بمواجهة تغير المناخ. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. افتتح رئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس محافظة كفر الشيخ، والذي يعد الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة. وخلال الافتتاح دعا الرئيس السيسي القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء. فكان السؤال بقوله وبسمعه للقطاع الخاص، من اول المشروع ده متاح الدكتور مصطفى؟ ايوه متاح لكم ان انتوا تخشوا فيه طبعا، اللي عايز يتفضل. والكلام ده بقوله في كل مشروع افتتحه، عشان طب بتقول لي طب احنا ما اديتناش الفرصه من الاول ليه؟ الفرصه طب ما كانت موجوده على مدى 40 50 سنه دكتور حامد؟ صحيح يا فندم. لا بامانه يعني. يا فندم. مش كده؟ هو بدا في السبعينات بقى ياخد الحيز الاكبر من الدراسات، كانت في السبعينات الثمانينات، لكن هو قبل كده كمان. يعني انا عايز اقول كاكتشافات، انت قلت 1922 1930 احنا عارفين ان في حاجه زي كده في مصر. ولكن كاجراءات تتعمل عشان يطلق مشروع زي كده ما جاتش فرصه. هقول ما جاتش فرصه، مش هقول اي حاجه تانية، لان ما حدش ابدا هيبقى شايف ان في خير ويا دكتور مصطفى، ولا بقى احنا بنظلم الاخرين وبنظلم نفسنا في الكلام. لا، اي حد في مصر مسؤول اي مكان موقعه هيبقى حريص على ان هو لو في مجال لخير هيعمله. فلكن ما حصلش، ما جاتش فرصه. يعني بقول الفرصه جت بايه؟ بان في مسار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله، وبقى في حاجه اتشكلت وخرجت للنور في المشروع ده. واكد الرئيس السيسي ان حجم طلب السوق العالمي على منتجات الرمال السوداء كبير جدا، مشيرا الى ان تكلفه مشروع الرمال السوداء تقدر بنحو 4 مليارات جنيه. ان دراسات الجدوى، انا بقول الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده، اللي عايز يخش في مشروع زي ده، بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش وتشتغل في الموضوع ده وانت مستريح قوي. دي واحد. نمرة اتنين، طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه، يتبقى جزء في القيمة المضافة اللي طرحت هنا. ده موضوع تاني خالص. يعني في خامات ما لهاش قيمة مضافة ابدا، هي هتتباع خامات كده، وفي خامات طالعة ممكن يتعمل منها شغل في مصر، قد يكون هيكلف كتير عشان يطلع، وخبرات كبيرة برضو. كل ده بنقوله عشان البيانات اللي موجودة عندنا دكتور حامد اتفضل، وجهاز الخدمة الوطنية وكل من هو معني بالموضوع دوت، البيانات والمعلومات يا دكتور مصطفى المتاحة للمشروع متاحة للكل، للي عايز يشتغل في هذا الأمر. We'll be right back.
هذا وتفقد الرئيس السيسي مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس عقب افتتاحه بمحافظة كفر الشيخ، كما تفقد مبنى المعامل والبحوث بمجمع مصانع الشركة واستمع إلى شرح حول معمل فصل المعادن، وتفقد كذلك مصنع الروتيل ووحدة التعبئة والتخزين بمجمع المصانع والكراك البحرية تحيا مصر التي تتواجد في بحيرة صناعية. تقوم الشركة المصرية للرمال السوداء باستخلاص المعادن الاقتصادية من هذه الرمال وفصلها وتسويق منتجاتها محليا وعالميا. يأتي ذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها إلى منتجات جاهزة لصالح صناعة السيارات والإلكترونيات وهياكل الطائرات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين. بداية وبعد التحية، مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء إلى أي مدى يعد إضافة للاقتصاد المصري؟ دكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، يعني كان سؤالي موجه لحضرتك عن مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء إلى أي مدى يعد إضافة للاقتصاد المصري والاستثمار أيضا. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حسن وسوف نعاود الاتصال بك لاحقا. تمتلك مصر احتياطي استراتيجي هو الأكبر في الشرق الأوسط من الرمال السوداء ويصل إلى 5 مليارات متر مكعب قابلا للزيادة بشكل عام. كما تمتلك مصر حتى الآن 11 موقعا على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة. كنز أسود يملأ السواحل والبحيرات، الرمال السوداء تخرج إلى النور بفرزها لمعادن ثمينة ذات أهمية اقتصادية عالية عن طريق مجمع مصانع فصل الرمال السوداء بكفر الشيخ الذي أنشئ حديثا بتكنولوجيا استرالية والتي تعد الأحدث في العالم في استخلاص الرمال وفصلها. نظرا لما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي هو الأكبر في الشرق الأوسط ويصل لخمسة مليارات متر مكعب قابل للزيادة بشكل عام، وما يقرب من 240 مليون متر مكعب بمنطقة البرلس فقط. بتكمن أهمية الرمال السوداء في ما تحتويه من معادن ثقيلة بيطلق عليها المعادن الاقتصادية نظرا لاقتصادياتها ووضعها الاستراتيجي. الحقيقة استمدت اقتصادياتها ووضعها الاستراتيجي هذه المعادن من أنها بتملك طيف واسع من التطبيقات الصناعية الهامة وبتدخل في العديد من الصناعات التكنولوجية المتطورة. المجمع عبارة عن مجموعتين، المجموعة الأولى 6 مصانع اللي احنا متواجدين بها الآن زي ما أشرت لحضرتك، والجزء الأول اللي هو موقع التنجيم اللي بنسميه مصنع التركيز العائم، ده عبارة عن كراكة عائمة هولندية تعمل بالكهرباء، طاقة إنتاجية 2500 طن في الساعة، بيليها مصنع تركيز عائم بيتم نقل الرملة المخلوطة بالمياه من خلال الكراكة من خلال المواسير العائمة
أعلى البنتونات. تبدأ الرحلة بكراكات عائمة تسحب الرمال من البحيرات والسواحل، وتنتقل إلى مجمع مصانع فصل الرمال الذي يحتوي على 6 مصانع متنوعة تخص كل مادة تخرج من الرمال، والتي ستوفر المصادر الأساسية لكثير من المعادن مثل المونازايت واليورانيوم المشع والزركون، ومعادن أخرى تدخل في صناعة هياكل السيارات والسيراميك والدهانات ومواد الإشعاع النووي وتبطين المفاعلات النووية وبعض المواد الخام التي تستخدم في الصناعات الحديثة. شركة الرمل السوداء هتنتج معادن أهمهم الإليمينايت والزيركون، ودول هم اللي هنشتغل عليهم للقيمة المضافة، لأن الإليمينايت الحقيقة بيحتوي على نسبة لا تقل عن 40% من ثاني أكسيد التيتانيوم، وثاني أكسيد التيتانيوم هو المادة الخام لصناعات كتيرة جدا أهمها صناعة البويات وأيضا صناعات ميتالرجية لإنتاج سبائك التيتانيوم. I think the mineral sands industry is in a state of demand. أعتقد أن صناعة المعادن عليها طلب كبير هذه الفترة، وستستفيد مصر كثيرا من صناعة واستخلاص المعادن من الرمال، وهذا يعني زيادة في التصدير المصري. ستكون هناك فائدة للمجتمع من هذه المشروعات التي تحتاج لعمالة ومهندسين، لذلك فهي توفر فرص عمل كبيرة، وأعتقد أنها قصة نجاح كبيرة لمصر، وسيتعاظم الطلب أكثر على المواقع الجديدة بعد نجاح منطقة البرولوس. تمتلك مصر حتى الآن 11 موقعاً على السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات مرتفعة، وتعتمد الصناعة بالكامل على المياه العذبة سواء في استخراجها المعادن أو فصلها بدون إضافة أي مواد كيميائية، مما يجعلها أيضاً صديقة للبيئة. وقد يصل الاحتياطي الاستراتيجي للرمال السوداء إلى 200 عام من العمل المتواصل. دراسات اقتصادية وفنية تابعها إنشاء وتنفيذ لمجمع مصانع الرمال السوداء لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق العالمية ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات الاستراتيجية المصرية. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. عودة إلى مزيد من المتابعة والتحليل، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين. بداية وبعد التحية، مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء إلى أي مدى يعد إضافة للاقتصاد المصري؟ أهلا بكم. طبعا المشروع أعتقد الكل كان مستنيه، طبعا لأن الرمال السوداء من المعادن الرمال التي تحتوي على معادن استراتيجية بتخش في صناعات متقدمة، وكون هذه الرمال كانت فترة طويلة للأسف كان بيهدر استخدامها أو كان يساء استخدامها في أعمال غير صحيحة. دلوقتي أصبح المشروع والمصنع الذي أقيم في الفترة الأخيرة أصبح يعني بوابة لمنع هذا الإهدار اللي كان بيتم، وفي نفس الوقت بيكون يعني بقورة عمل لاستغلال هذه الرمال وانطلاقا لاستغلال المناطق الأخرى المزمع إن شاء الله تحط في الخطة ويكون استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني. نعم، الدكتور حسن بخيت رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، شكرا جزيلا لك. احنا انتظرنا المشروع ده فترة كبيرة قوي خلال ال3 سنين اللي فاتوا او اكتر. اقول الفرصة جت بايه؟ بان في مسار احنا نجحنا فيه دلوقتي وعرفنا تفاصيله، وبقى في حاجة اتشكلت خرجت للنور في المشروع ده. اللي عايز يخش في مشروع زي ده بقول له دراسات الجدوى بحجم الاحتياطيات تخليك تخش تشتغل في الموضوع ده وانت مستريح قوي. طلب السوق العالمي لهذا الموضوع كبير جدا جدا، يلبي اي منتج انت هتطلعه. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي بمدينة كفر الشيخ، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
سيادتك مشرفنا النهارده يا فندم في الطريق الدولي الساحلي اللي بيبدا من بورسعيد وينتهي عند السلوم بطول حوالي 800 كيلو، بيمر بست محافظات رئيسيه، بورسعيد ودمياط والمنصوره وكفر الشيخ واسكندريه ومطروح، ورابط برضه على مواني مهمه جدا اللي هي مينا بورسعيد ومينا دمياط ومينا اسكندريه وكذلك مينا جرجبوب. وهو ده الاساس في التطوير يا فندم نتيجه التداول الكبير اللي في المواني، فكان لازم ان احنا نطور الطريق، ونتيجه لحجم الحركه الكثيف بتاعه النقل الثقيل كان الاتجاه ان احنا نعمل نفصل حركه النقل الثقيل عن الملاكي. وهنكمل يا فندم ان شاء الله الطريق من اسكندريه في اتجاه السلوم عن طريق طريق للشاحنات اللي هو عن طريق محور التعمير، وبعدين جنوبا هنمشي جنوبا جنوب مدينه العالمين وجنوب مدينه الضبعه لغايه ما نلحم مع طريق الضبعه، ومن طريق الضبعه يا فندم هيبقى جنوبا يوصل لغايه منفذ السلوم. احنا هنا فندم احنا بدانا تطوير فندم من مدينه دمياط لغايه بلطيم، المسافه دي طولها 90 كيلو بالاضافه للمسافه من طريق الزراعي لطريق الصحراوي. احنا بدانا فندم من دمياط لبلطيم هنا بنعمل نفس القطاع العرضي اللي هشرحه لسيادتك حالا دلوقتي. طيب القديم اللي عدى قبل دمياط يا حسام احنا عملنا الطريق الرئيسي فقط. تمام يا فندم، ولكن رفعنا لسه ما عملناش الخرسانه. عرضنا على سيادتك اخر مره من شهر تقريبا، وسيادتك اديت القرار بدانا نشتغل على طول في الخرسانه. القطاع الحالي يا فندم اللي كان موجود عليه الطريق كان عباره عن ثلاث حاره مروريه لكل اتجاه، التطوير بعد التطوير يا فندم هيبقى ثلاث حاره مروريه للملاكي بالاضافه لطريق خرساني شمال وجنوب الطريق للنقل الثقيل، وده الاساس في الـ في الـ في الـ في, الـ في المشروع بحيث ان احنا نفصل النقل الثقيل هيقلل الحوادث وفي نفس الوقت هيسحب الكثافات العاليه بتاعه الطريق، بالاضافه لان الجزيره اللي في النص يا فندم هتبقى جزيره بعرض متغير وليها علاقه مباشره بالمرافق، بنحاول نتجنب المرافق قدر الامكان، ممكن الجزيره تبقى صغيره ممكن تبقى كبيره حسب المرافق اللي موجوده، بنحاول دايما نتلافاها. يعني المرافق القديمه كانت على الطبان على طول. كان بالظبط كده. او سايبه الطريق 2 3 متر. بالظبط. اوسع الجزيره شويه عشان ما نقلش مضطر عشان بنحاول قدر الامكان ان احنا نتلافاها. وده برضو نفس القطاع بالنسبه للكباري، برضو نفس الحكايه، بنوسع الكباري كلها، بنعمل اتجاهين تانيين لكل كوبري بحيث ان احنا برضو حركه النقل ما نضطرش ان احنا ندخلها على طريق على كوبري واحد مع الملاكي، فلازم كنا نعمل الكباري ونزوده. ودي القطاعات يا فندم اللي احنا شغالين فيها، ده لو طبقه لو رصف اسفلتي عادي 60 سم اساس و5 6 سطحيه، وده لو رصف خرساني. طبعا هنا واضح ان السمك يمكن عالي هنا شويه وله علاقه بطبيعه التربه، كل ما طبيعه التربه بتبقى سيئه كل ما بنضطر نعمل قطاعات انشائيه ثقيله شويه. وطبعا الطريق الرئيسي احنا اشتغلنا بتقنيه الاف دي ار والسي ار، كنا عرضناها لستك فاقوس، والطريق اللي عند ستك ده احنا فعلا نفذناه بنفس التقنيتين دول. مراحل تنفيذ الخرسانه يا فندم، العربيه بتيجي تحط الخرسانه بتاعتها، بتطلع من الخلاطه وتحط قدام الفينشر، بيطلع من وراها المنتج ده ووراه الرصف الخرساني، وبعدين بتيجي وراه مكنه المعالجه. مكنه المعالجه دي بتعمل حاجتين، بترش مواد اضافات عشان تحافظ على الهاردنس بتاع السطح بيبقى بحيث ان هو يبقى قوي، وبتمشط السطح عشان يبقى متمشط زي ما ستك واقف عليه كده. تمام يا فندم. وبعد كده بنقطع البلاطات، الماده الكيماويه دي بتحتفظ بالميه داخل الخرسانه. تمام كده، نوع من انواع المعالجه. تمام يا فندم. وبعد كده بنقطع البلاطات، بالنسبه اللي كنا عرضنا على ستك قبل كده فقوس التدوير طبقات الرصف في نظام الاف دي ار والسي اي ار والستيل جارد وماله الشروخ والمايكرو سيرفيس. انا حاجه عايز اقولها. اتفضل. دي جيرسي ده 1 2 3 4 5 6 7 كده ولا ايه؟ تمام. طيب الكيلو بيكلفنا كام يا حسام؟ كيلو نيوجيرسي حوالي 600,000 جنيه. كويس. السلاح كويس، يعني انا او 500,000 جنيه السلاح من هنا لغايه السلوم يكلفوني 600 مليون جنيه. تمام. تمام. احنا كام يا حسام؟ 600 مليون جنيه. احنا نفذنا توجيه سيادتك يا فندم. انا النهارده دكتور مصطفى ماشي على طريق زي كده في ثلاث حارات بالمستوى ده كده. تمام. حاسبهم وخش على الاسفلت يا دكتور مصطفى. دي واحد. نمره 2، لو احنا هنعمل المنظومه بتاعتنا بتاعت الاي تي اس هي هتسيطر على هيجي يمين انا حاسب، ولا هيجي شمال يعني هياخد حاجه مش في الطريق تضر بالاخرين. لو انت انا جيت قلت لي ايه، انا من ضمن الطريق وانا بعمله يا دكتور مصطفى هحط 600 مليون جنيه دول في المنظومه دي بدل ده، عايز الناس النهارده تتفاعل مع القانون. طيب انا النهارده بعمل ده وبيكسر، ولا انا غلطان؟ صح. حوادث. لا غير بيكسر ونرجعه. طب انا النهارده عامل طبعا بشكل يعني ما
مريح. أيوة. تمام واخد بال حضرتك. تمام. ومخطط كويس قوي، ثم عملت المنظومه بتاعتي بقى اللي ماشي سواء ملاكي او كده مش على قد انه هياخد حرم مش بتاعته. لا انت بتتكلم على سرعات، بتتكلم على الاستقرار في الحرم بتاعك، كل واحد بيلتزم بيه حاجات كتير في قوانين المرور المنظومه هتعملها. طب ما انا هيكلفني كام؟ 600 مليون جنيه المنظومه؟ لا اكتر. طب كده بس انا كده كده هعملها. لا انت كده خدت 600 من هنا حطيت عليهم 400 مثلا وحطيتهم في المنظومه وعملتهم في المنظومه وجابت لي حاجات. بس الدكتور مصطفى حاضر. تمام حاضر. تمام فن. حاضر. حاضر فن. حاضر فن. يروحوا المنظومة ستك اي تي اس. حاضر. وتتعاقدوا عليها. حاضر فندم. حاضر. حاضر. وعملوها فاين قوي لانها بصراحه انا شفتها طبعا مش عافيه، ممكن تتخبط بعربيه يعني. الحاجات اللي هي اللي ممكن تخليها فيها استقرار يعني. حاضر فن. ربنا يخليك فن. تحت امر ستك فن. كما تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد، شهد الاجتماع استعراض خطة الإحلال والتجديد التي قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الماضي، ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 هذا العام الذي يعقد في سياق دولي مليء بالتحديات. وخلال ترأسه الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء كوب 27 افتراضيا، أكد شكري أن المؤتمر يمثل فرصة لتأكيد جميع الأطراف الدولية تضامنها ووحدتها والتزامها بمواجهة تغير المناخ. تواصل مدينة شرم الشيخ الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كوب 27. للمزيد ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي أهلا بك، وماذا لديك عن آخر المستجدات حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ؟ تحياتي لك ولكل متابعين من مدينة السلام والأمل شرم الشيخ. هذه المدينة التي استعدت في كافة المجالات وفي كافة المناحي لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27. نتحدث عن مشروعات جديدة، نتحدث عن رفع كفاءة وتطوير لعدد كبير من الميادين والمواقع وأيضا المنشآت التي تواكب هذا المؤتمر، وأيضا التي تسعى وتجعل هذه المدينة مدينة صديقة للبيئة، مدينة ذكية، مدينة خضراء، كي تكون أول واحة في العالم تتزين لمؤتمر المناخ وخضراء وأيضا صديقة للبيئة. لو تحدثنا عن تطوير ورفع كفاءة لأكثر من 15 ميدانا وأيضا عدد كبير من المحاور والطرق والبوابات المؤدية إلى مطار شرم الشيخ والقادمة منه أيضا، نتحدث أيضا عن أكثر من 260 حافلة صديقة للبيئة ما بين أوتوبيسات وأيضا حافلات والتاكسي الأخضر، أكثر من 800 تاكسي أخضر هنا. نتحدث عن محطة لأكبر طاقة شمسية هنا في محافظة جنوب سيناء وتحديدا هنا في مدينة شرم الشيخ. ولو أيضا تحدثنا عن التطوير هناك أو الأماكن الجديدة، هناك الممشى السياحي الجديد بطول 6 كيلومترات وبامتداد إلى 10 أمتار امتداد عرضي. نتحدث أيضا عن تطوير في كافة المناحي، لكن إذا تحدثنا عن مدينة شرم الشيخ تحولها إلى واحة خضراء، الاستعدادات لمؤتمر المناخ لابد أن يكون لنا هذا اللقاء مع سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. سيادة اللواء برحب بحضرتك معنا في نشرة أخبار التاسعة. وفي البداية مدينة شرم الشيخ تتهيأ وجميع المنشآت وجميع المواقع في محافظة جنوب سيناء تتهيأ لمؤتمر المناخ حتى تتحول إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة. هناك أكثر من 30 مشروع ما بين مشروعات جديدة وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة. أنا عايز أقول لك أكثر من 30 مشروع، احنا 30 مشروع ده احنا اللي عاملينهم، إنما عايز أقول يعني دي حاجة مش مكتوبة ضمن الحسابات بتاعتنا، إن احنا مساحة مبنى مسجد الصحابة دي معمولة
15 ميدان رجال الاعمال عاملينها، دي برضو رجل اعمال عاملها متبرع للمدينه للمحافظه. غيرنا كل اللي موجود هنا وعملنا الكلام الجديد ده، بنافوره جديده قدام المسجد، حاجه متنفس للرئه جديده. عملنا حديقه مركزيه على مساحه 30 فدان جديده، حطينا فيها مجلس مدينه شرم الشيخ الجديد الذكي الرقمي موجود دلوقتي. يعني ان شاء الله في هنحضر في الكوب 27، هنبقى موجودين في الميدان في مجلس المدينه الجديد. يعني محطه طاقه شمسيه طبعا وزاره النقل عامله سبع حوالي 140 ستاند للاوتوبيسات، هو في 140 اتوبيس كهرباء ممكن يتشحنوا مره واحده، فيه 160 اتوبيس ثاني او 120 اتوبيس ثاني دول غاز. برضو خصصنا قطعه ارض لشحن الاتوبيسات دي بالغاز. المحافظه طبعا مشتركه في كل الاعمال اللي تمت على الارض، يعني احنا طلب مننا قطع اراضي عشان خاطر المنطقه الزرقاء، المنطقه الزرقاء الف والمنطقه الزرقاء ب 30,000 متر مربع و 40,000 متر مربع، بعد ما طبعا زاد الطلب على وصول الوفود، وجود الوفود طلبت انها تاخد مساحات تعرض فيها انشطتها. جهزنا ال 40,000 ومع الهيئه الهندسيه تم تسويه الارض وتظبيطها وهكذا. يعني احنا علاوه على اعمالنا لنا اعمال كثيره قوي، نقل الكهرباء وتوصيلها سواء المنطقه الخضراء، المنطقه الزرقاء، المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع جميع الوزارات. وهنا بقى لازم اشكر وزاره الكهرباء ووزاره النقل ووزاره الاتصالات، وايضا اشكر الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اللي ليها ايادي بيضاء كبيره جدا على اللي هتشوفه في مدينه شرم الشيخ. حاجه رائعه، بنشتغل مع بعض من 15/5 نخلص 15/10، بنقول 5 أشهر اشتغلنا في اجواء صعبه جدا، اشتغلنا تحت تحديات جامده جدا. انت بتجي لك لوجستيات وطول خطوط الامداد، انت بتجي لك الحاجات دي من مصر، بتعدي عبر نفق عليه اجراءات امنيه مشدده، بتدخل كل الحاجات اللي جت دي سواء رخام سواء حديد سواء نخل، سواء 3000 نخله اتحطوا في مدينه شرم الشيخ، ولا زلنا بنجيب عربيات، العربيات دي عشان تخش عايزه تصريح، عايزه اتصالات، عايز اقول لك جدا جدا جدا. ولو انتقلت بالحديث عن الممشى السياحي الجديد، في 3 مسارات، اتكلم عن ممشى للمشاة وايضا للدراجات والحافلات، وكمان منظومه النقل، يعني اكثر من 260 حافله صديقه للبيئه وخضراء وايضا ذكيه. مظبوط مظبوط. طبعا انت عارف ان الممشى السياحي 6 كيلو يعني في الاتجاهين، يعني 12 كيلو متقسمين الى 3 محاور زي ما انت قلت، محور لان محور العجل ثم مشايه فيها مظلات، يعني اللي ماشي ده مش ماشي في الشمس، مش ماشي في العراء، لا ده ماشي مظله تسلم مظله، مظله تسلم، تعب هلاقي مكان يقعد عليه. تمام. المحور الثالث هو محور احنا زودناه محلات ماركات جميله، بنشترط على اللي هيجي ياخد حاجه يكون يجيب لنا حاجة يعني أولا صديقة للبيئة، ثانيا ماركة عالمية، ويبقى ده متسع برضو أو مكان برضو الناس وهي بتتحرك وهي ماشية عايزة تخش تتفرج على حاجة تشتري حاجة، يبقى ده المحور التالي. 3 محاور خلف منهم بقى منطقة خضراء رائعة، النخيل، نباتات، طبعا كل دوت يعني هتطلب بقى الفترة الجاية إن شاء الله ان احنا نحافظ عليه، لان احنا عندنا اوامر وتكليف من سياده الرئيس ان مدينه شرم الشيخ تظل مستدامه. يعني العربيات طبعا الكميات اللي جايه من الاتوبيسات دي كبيره جدا، يعني طبعا احنا المدينه مش هتحتاج ال 260 اتوبيس، فاحنا طبعا بالتنسيق هيبقى عندنا هيتساب عندنا مجموعه معينه تشغل المدينه. بنتكلم برضو عن الممشى، هناك لاحظت يعني الكثير من المبادرات لإعادة التدوير للحفاظ على النظافة كمان في مدينة شرم الشيخ، وهناك أيضا حفلات جديدة للنظافة. وزارة البيئة، وزارة البيئة عاملة معانا شغل كويس قوي. احنا غيرنا الأكياس البلاستيك كلها، في عندنا 3 ستاندات، واحد في خليج نعمة، واحد هنا، واحد في حي النور. 3 ستاندات دول بيدوا المواطن الشنط الصديقة مجانا. الشنطة الصديقة دي بقى ممكن يعمل بيها هو كذا كذا مره، يشتري فيها وبعدين يرجع. احنا فهمنا الناس
فلسفة الشنط دي. وماكينات إعادة التدوير. ماكينات إعادة التدوير في الشوارع دلوقتي. نعم. عندنا مكان ممكن تحط الزجاجة البلاستيك فيها بتاعتك تتفرم. الكنز يتفرم. فالكلام ده احنا يعني عندنا نماذج، إنما احنا في الحقيقة هنكتر منها بقى الفترة الجاية ونزود منها في جميع الأماكن، في المطار، خليج نعمة، السوق القديم، سو سكوير، كل الكلام ده. كنت في متابعة لجولات حضرتك الميدانية والمكوكية أيضا للكثير من المواقع والمنشآت الجديدة. حدثنا فندم عن مستشفى شرم الشيخ الدولي ورفع الكفاءة لكافة الأقسام العلاجية المركزة والطوارئ وغيره. مستشفى شرم طبعا أنا كنت مريت فيها يوم السبت الماضي، وفي الحقيقة حاجة رائعة، مش عايز أقول يعني مستوى عالي جدا من التقنية العالية جدا، وبعدين من كلها تجددت، وانا دخلت غرف عمليات ودخلت الاستقبال، حاجه بصراحه طليق. وبعدين كمان المدينه دي هيئه الرعايه الصحيه دكتور احمد السبكي معاه لجنه من الرعايه من منظمه الصحه العالميه، وجت وطلب يعني المطار، المهبط بتاع المطار طلب مساحه خضراء حوالين المستشفى، طلب بعض الموضوعات لإعلانها. على فكرة خلاص هتعلن مستشفى خضراء صديقة للبيئة والأولى من نوعها في قارة أفريقيا، والتانية عربيا عشان بعد السعودية في الحقيقة يعني. فده الكلام ده هيعلن في أثناء المؤتمر بإذن الله. وإحنا بنتكلم على المنشآت والمواقع الصديقة للبيئة الخضراء، أيضا هناك عدد كبير من المنشآت السياحية والفنادق اللي أخذت العلامة الخضراء صديقة للبيئة أيضا، وكمان متحف السلام والبيئة. يعني لو قلنا الفنادق عندنا معظمهم خد النجمة الخضراء، معظمهم مركب طاقة شمسية داخل الفندق. الجميل كمان برضو ان وزارة الاتصالات وصلت النت فائق السرعة، ده مهم جدا لان انت بتتعامل مع 30,000 مدعو، بتتعامل مع 120 شخصية عالمية، لازم الناس دي كلها لا يبقى في بقى يعني الخطوط مشغولة ولا يبقى لا مش هينفع. الناس دي بتبعت لدولها، الناس دي بتبعت الصحافة، الناس دي بتبعت المجلات، انت بتبعت الحكومات، مش هينفع ابدا ان احنا هتبقى مشكلة جدا، وممكن مع رئيس الوزراء لا هتبقى مشكلة لو احنا فعلا النقطة دي بالذات فيها مشكلة، هيبقى مش مظبوط. عشان كده احنا يمكن هنستقبل وزير الاتصالات يوم السبت جاي هنا، السيدة وزيرة البيئة جاي هنا يوم السبت ان شاء الله، هنعلن في مؤتمر صحفي، هنعلن في مدينة شرم الشيخ الخضراء، وانت مدعو إن شاء الله الساعة 6 هنا داخل السوق القديم بإذن الله، مع الوزيرة موجودة معنا، وهنعمل مؤتمر صحفي. في الحقيقة وزير الاتصالات أرضه جاي يشرف بنفسه على وصول النت فائق السرعة للفنادق، هيمر معايا إن شاء الله، نتحرك في المدينة أنا وهو بحيث إن احنا بكامل طاقتها وبكامل مش عايز أنسى وزارة بصراحة كامل أجهزتها الجميع برئيس الوزراء سبحانه. يعني عايز اقول لك تاني يعني كل اسبوعين ثلاثه بيجي يقعد خميس وجمعة، يعني بيجي يقعد يومين، ويومين دول مش يعني ده يومين ده انا جالي الخميس وعملنا جوله من الخميس بالليل الصبح وبالليل، وتاني يوم رحنا كاترين ونزلنا من كاترين على القاهره يعني بلا راحه. سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بشكرك يا فندم على التواجد معنا وبتوفيق وجودكم معنا، واهلا وسهلا بكم. ويمكن كما تابعنا الآن في كافة المناحي وفي كافة المجالات مدينة شرم الشيخ استعدت بكامل الاستعدادات على قدم وساق العمل. نستطيع أن نقول الآن أننا دخلنا في مرحلة اللمسات الأخيرة والترتيبات النهائية لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27. نتحدث عن مجالات عديدة، ما بين تطوير، ما بين إنشاء جديد، ما بين مشروعات صديقة للبيئة، حتى تكون هذه المدينة مدينة صديقة للبيئة خضراء مستعدة لاستقبال كافة الوفود، أكثر من 30,000 مشارك في مؤتمر المناخ كوب 27. عودة إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد، وشكرا لضيفك السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية غدا الخميس بعنوان التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني. وأوضح بيان لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الصالون سوف يطرح عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش، من بينها كيفية مساهمة الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط لقانون الإجراءات الجديدة
الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي ودور لجنة العفو الرئاسية في معالجة هذا الموضوع وغيرها من الأسئلة محل النقاش. نظمت وزارة الداخلية دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون وطلبت وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. يأتي ذلك بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة في إطار صقل مهارات العنصر البشري في كافة مجالات العمل الأمني. نظمت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة دورتين تدريبيتين لمسؤولي إنفاذ القانون وطلبت وطالبات كلية الشرطة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالتنسيق مع خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة. Agradecer al Ministerio del Interior de Egipto, quiero agradecer a la Academia de Policía de Egipto así como a las entidades que han colaborado con nosotros, que me hayan permitido participar en estas jornadas como experto y mostrarle mi experiencia a los futuros policías que van a salir de esta academia. Reitero mi agradecimiento al gobierno de Egipto y espero que... تناول برنامج الدورتين عددا من المحاور في مقدمتها التعرف على جرائم العنف ضد المرأة والإطار القانوني للتصدي لهذه النوعية من الجرائم وفقا للأطر والمعايير الدولية وكذا كيفية التعامل مع الضحايا والشهود. Pretendemos que estas jornadas sean fundamentalmente interactivas con un componente práctico muy marcado de modo que los alumnos, los participantes puedan de verdad contribuir con casos prácticos, podamos debatir, discutir circunstancias concretas que se van a dar en nuestra vida policial operativa y por tanto el marco teórico va a existir, necesariamente tenemos que dar una referencia teórica, pero fundamentalmente el objetivo es debatir casos concretos y favorecer el debate y la discusión con los alumnos. Deseo que sean unas jornadas fructíferas donde todos podamos aprender, aprendamos unos de otros, podamos aportar nuestros conocimientos de cómo trabajamos en España y también nos llevemos a España conocimientos y aprendizaje de cómo se trabaja este tipo de delitos a nivel policial en Egipto. Agradecer al Ministerio del Interior de Egipto, a ECID y a UNDOC por habernos invitado, por haber contado con España, con el Ministerio del Interior, con Guardia Civil y con Policía Nacional para participar en este taller de formación de violencia sobre las mujeres y niñas. وتضمنت الدورتان عقد ورش عمل حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وشهدت تبادل للخبرات كما تم استعراض جهود قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة. Vale, y terminaremos con la realización de unos casos prácticos donde podamos ver el desarrollo que nosotros le daríamos particularmente a estos supuestos y al mismo tiempo observar cuál sería el desarrollo que la Policía Nacional de Egipto llevaría en el mismo supuesto para comprobar cuáles son las diferencias y similitudes en este tipo de investigaciones y cómo podemos enriquecernos ambos de conocer estos procedimientos. Vale, y por último agradecer que se haya solicitado nuestra participación en estas jornadas, puesto que aparte del enriquecimiento profesional que va a suponer, supone también un enriquecimiento personal, puesto la historia y cultura del Cairo y de Egipto es conocida mundialmente y es un placer poder participar de conocer esta cultura. Doy las gracias a todos los organizadores por facilitar este espacio para compartir y mejorar experiencias. هذه الدورات تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على الاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية في إصقال مهارات العنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية لا سيما المعنيون بمكافحة جرائم العنف ضد المرأة.
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 172 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 34 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 25 طنا. وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 113 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و 140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت 313 طن. بتكليف من الرئيس السيسي تنطلق الأحد المقبل فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، كما يهدف المؤتمر اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية. استضافت جامعة طنطا اليوم مؤتمر مواطني الغربية والحوار الوطني بالتعاون مع محافظة الغربية والتحالف الوطني للعمل الأهلي بمركز المؤتمرات بالجامعة. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهة الرئيس السيسي تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب وبالتنسيق مع كافة فئات المجتمع لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. رابع محطة من محطات الحوار الوطني انطلقت من جامعة طنطا، والذي تأتي تحت شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة، حيث شهدت قاعة الجامعة لقاء جماهيريا مع عدد من ممثلي الجمعيات ومؤسسات التحالف الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعة والطلاب. محافظ الغربية طارق رحمي استعرض في كلمته الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة والتعليم والمشروعات التنموية. مهم قوي عقد هذا اللقاء في محافظة الغربية، لأنه بيضم النهارده العديد من الطوائف والتيارات المختلفه والفئات المختلفه من المجتمع. النهارده احنا بندعو الشباب، بندعو العمال، بندعو الفلاحين، بندعو الجامعه والمثقفين والاحزاب السياسيه المختلفه والنواب مجلسي الشعب والشيوخ. في الحقيقه طوائف كثيره جدا، كل سيدلو بدلوه بارائه بمقترحاته في حل المشكلات والتحديات اللي بتواجه المجتمع في هذه الفتره، خصوصا في ظل الجمهوريه الجديده اللي هي بتهتم بالانسان المصري. احنا مش بس بنهتم بالصحه وبالتعليم والثقافه والفنون، وانما ايضا بالاستماع لاراء المواطنين المختلفين. رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي أكد أن الندوة جاءت لتتناول المحاور الأساسية للحوار الوطني، وهي المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية. خلينا نقول أن الحوار الوطني ما هوش قاصر على النخبة فقط، ولكن إحنا بنحاول دايما أن إحنا نشارك جميعا بشبابنا وأعضاء التدريس والمجتمع المدني كله يشارك في الحوار الوطني، بحيث يكون فكرة الإتاحة اللي هي أساس الجمهورية الجديدة تكون موجودة دايما في كل وقت. هنركز على عدد من القضايا المهمة زي قضايا التعليم، احنا في جامعة يبقى قضايا التعليم، الصحة، احنا في طبعا عدد كبير من موجودين معنيين بقضية الصحة، ايضا معنيين بقضية الأسرة وتماسك المجتمع، برضو القضية السكانية. كل هذه المسائل هنناقشها النهاردة في وجود نخبة من القيادات التنفيذية والقيادات الدينية. احنا طبعا معنيين النهاردة نخرج بعدد من التوصيات والمقترحات اللي احنا نرفعها تروح لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا أن تخرج إلى حيز النور في صورة قرارات أو مشروعات قوانين. وده الهدف الحوار، ان احنا نبني الجمهوريه الجديده اللي يرسم مبادئها ودعمها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الندوه التي شارك فيها عدد كبير من الطلاب اكدوا ان الحوار الوطني يعد فرصه للتعبير عن رايهم والمشاركه في بناء وطنهم من خلال طرح افكارهم المختلفه. مؤتمر الحوار ده بنستفيد ان احنا على الاقل بنحتك بالمسؤولين، بنعرف المشاكل اللي في بلدنا ونقدر ان احنا نتواصل مع المسؤولين ونحلها. انا استفدت ان انا كطالب في كليه حقوق افتخر ان جامعه طنطا بتستضيف هذا العرس العظيم وهذا الحفل العظيم في جامعتها الموقره. جلسات مثمره
تعرضنا فيها على انجازات محافظه الغربيه اللي تمت على ارض الواقع، انجازات جامعه طنطا من مشروعات ومن امور مختلفه سواء في الجامعه او خارج الجامعه. بنستفاد ان احنا كشباب بنعرف الحوار الوطني، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ادانا الاولويه ان احنا نشارك ويكون لنا مقاعد وان احنا نسمع يعني ايه حوار وطني ما كانش بيحصل قبل كده في الدوله المصريه الا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تاتي جلسات الحوار الوطني لتؤسس لمصر المستقبل التي تؤمن بالعلم والعمل والتي تعلي المصلحه الوطنيه عن المصالح الشخصيه للعبور الامن للجمهوريه الجديده. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. اختتمت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة بعد عمل استمر 4 أيام، وخرج المؤتمر بتوصيات أهمها تطبيق حلول عملية لحماية موارد المياه في ظل ظاهرة تغير المناخ. المياه في قلب العمل المناخي، عنوان اتخذه أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الخامسة الذي استمر لمدة 4 أيام، واختتم فعاليته بتوصيات عديدة تهدف لتطبيق حلول عملية لحماية موارد المياه والحد من تأثير التغيرات المناخية عليها. إنها النسخة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه الذي جعل مصر مركزاً رئيسياً لمناقشات التعامل مع المياه وإدارتها، بالإضافة للتعامل مع مصادر المياه الجديدة وتمويل الاستثمار في المياه وتحليتها وربط أوروبا وإفريقيا معا. وأعتقد أن موقع مصر هو موقع ممتاز، ومخرجات هذا الأسبوع أننا نتحضر لكوب 27، وستكون قضية المناخ على رأس أجندة المؤتمر. أسبوع القاهرة الخامس للمياه شمل العديد من الجلسات التي ناقشت آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية وسبل تحقيق الأمن المائي وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية. وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض للأفكار الإبداعية بالإضافة لمسابقة خاصة لدعم الشباب وأفكارهم. الأسبوع نجح في تفاعل وفي مبادرات تم إطلاقها، وتم الإعداد للطريق من القاهرة إلى شرم الشيخ وإلى نيويورك، وتم وضع خطوات محددة. شركاء أكثر من 70 من شركاء التنمية شاركوا معنا في إعداد الأسبوع وخروج بتوصيات هامة، أهمها هي أنه هيتم إعداد رسائل واضحة من مجتمع المياه تقدم في شرم الشيخ للسادة مفوضي المناخ ولمجتمع المناخ لتضمين المياه ضمن ملف المناخ وتوفير التمويلات اللازمة لتحقيق المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية. الحقيقة أنه احنا بنفخر بأن احنا أسبوع القاهرة للمياه بيكبر يوم بعد يوم، وأصبح منصة دولية بيتهافت عليها من الحضور سواء العلماء والخبراء أو المؤسسات والمنظمات الدولية والمنظمات المانحة. بتمثل منصة لتبادل الخبرات، لمعرفة أحدث التطورات في العلوم المائية، في أحدث التقنيات المستخدمة سواء في التزويد بالمياه أو إدارة الطلب على هذه الموارد المائية. وبالتالي كل المقترحات، أنا أعتقد أن كل المقترحات اللي موجودة النهاردة باتخاذ العلم كسبيل ووسيلة لتطبيق هذه وربط البحوث العلمية بالجانب التطبيقي مع الوزارات المختلفة، وبيؤدي بشكل كبير جدا إلى إمكانية تطبيق ما تم الوصول إليه من التوصيات، وخصوصا أن التوصيات مش جاية من بحوث نظرية، ده جاية من بحوث تطبيقية. أعتقد أن الدولة دلوقتي متجهة ناحية أن احنا مصر بتقع تحت الفقر المائي حاليا وضغط مائي شديد، فبالتالي احنا بنتجه كدولة أن احنا نحاول نلاقي حلول مستدامة وحلول أن هي توفر في استهلاكات المية. مشروع التخرج بتاعنا المركز الأول، وان احنا حصل على جائزة قدرها 30,000 جنيه. الجائزة دي هي في إطار يعني السبورت والدعم بتاع وزارة الموارد المائية لمشاريع التخرج وللطلاب الخريجين. بنحاول نساعد الدولة إن احنا نحاول نفل الجاب اللي ما بين المية اللي مصر عندها، ومصر بتحتاج مية أكتر من اللي هي عندها، فاحنا بنحاول بمشاريع احنا بنعملها. احنا كل ترم عندنا في المدرسة بنعمل مشروع معين، فالمشروع السنة اللي فاتت كان التيم بتاعه اللي احنا نحاول نحل مشكلة المية. فمصر طبعا عندها مشكله في المياه، فاحنا حاولنا بعدة بروجكتات زي ما هو موجود ان احنا نحاول نجيب مصادر للمياه تكون كلين وفي نفس الوقت ايه بتوفر فلوس للدوله وكده. 1500 مشارك من 70 دوله تنوعوا من وفود رسميه وخبراء دوليين وطلاب ومبتكرين قدموا عروضا وابحاثا علميه في مجال المياه، بالاضافه للخروج بتوصيات وافكار قابله للتطبيق على ارض الواقع. أفكار وتوصيات وابتكارات خرجت من أسبوع القاهرة للمياه، فضلاً عن إطلاق مبادرة تكيف المياه مع التغيرات المناخية التي ترتبط بشكل مباشر بمؤتمر المناخ في نسخته 27، وترسم الخطوط الرئيسة للوصول لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.
تتواصل المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات تحت شعار تطوع واترك بصمتك. يأتي ذلك في إطار برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. تحت شعار تطوع واترك بصمتك تستمر فعاليات المرحلة الثالثة من ندوات مؤسسة حياة كريمة في عدد من الجامعات، ومن بينها جامعة السادات بمحافظة المنوفية حتى 23 من أكتوبر الجاري، وذلك في إطار برنامج توعوي متكامل وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. جايين النهاردة بنعرف الشباب يعني إيه يكون متطوع، الهدف من التطوع ده إيه، إن إحنا بنقول له إزاي إن أنت تساعد المبادرة في إن هي توصل للأسر المستحقة، إزاي إن إحنا نوصل الدعم المستحقي، خصوصا إن إحنا عندنا العدد كبير جدا، وبالتالي هيكون عندنا على الأقل شاب أو اتنين موجودين من كل قرية ومغطيين المحافظة بالكامل. طبعا إحنا بنعمل سلسلة ندوات على مستوى جامعات مصر للتعريف بدور مؤسسة حياة كريمة، إيه النشاطات اللي بتعملها. طبعا المؤسسة قايمة على الشباب وبتشتغل بالشباب، فده كان ضروري جدا إن إحنا نعمل ندوات تعرف الشباب الجدد اللي ممكن ينضموا لينا، بالإضافة لأن دور مصر الكبير أو في مؤسسة حياة كريمة دور مشرف. توعية بمبادرة حياة كريمة، الندوات اللي بتحصل، الفعاليات، جامعة مدينة السادات دائما سباقة بتبني جميع مبادرات فخامة رئيس الجمهورية، وآخرهم مبادرة حياة كريمة اللي مبادرة إن شاء الله هتغير حياة أكتر من 60 مليون مواطن. إحنا هنا في جامعة مدينة السادات يعتبر الملتقى الثاني للمبادرة، كان الملتقى الأول في عام 2021 في شهر ديسمبر، كان ملتقى يجمع الأكاديميين مع المجتمع مع التوعويين مع مؤسسة حياة كريمة. اللقاء كان بيشمل دراسة الناحية العلمية والبحثية لحياة كريمة ومبادرة حياة كريمة وعلاقتها بالاستدامة. الندوات تستهدف توعية وتعريف شباب الجامعات بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبالجهود التنموية المبذولة، وذلك تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني إلى إجراء حوارات جماهيرية في كل محافظات الجمهورية مع مختلف الفئات. حياة كريمة الفترة دي مش الموضوع ان حياة كريمة داخلة كل بيت وداخلة كل قرية كصرف صحي وكمدارس وكمستشفيات وكبنية تحتية، احنا يمكن داخلين الموضوع ان هو معركة وعي. احنا مستهدفين الشباب اللي موجودين في الجامعات، لازم الشاب ده يبقى عارف حياة كريمة بتضيف ايه له وبتضيف ايه لبلده. اولا احنا جايين للشباب علشان نحكي لهم عن حياة كريمة، اللي ما يعرفش او اللي ما شافش في مركزه لسه حياة كريمة وما وصلتش له. في شباب منهم عارف وفي شافوا مشاريع حياة كريمة قدامهم وشافوا مدارس وشافوا الشغل بتاع حياة كريمة. احنا جايين بقى للطلبة في مكانهم نقول لهم حياة كريمة بتعمل ايه وايه دورها وايه دورك انت وازاي تتطوع معانا وازاي تبقى متواجد في مركزك او في القرية بتاعتك، ونحكي لهم الكلام ده كله ويشوفوه بعدين بالزيارات الميدانية، هينزلوا معانا ويشوفوا بعينيهم في كل المراكز وكل القرى. الحقيقة لما سمعت عن موضوع حياة كريمة وكده فهي حاجة كويسة جدا فادتنا من ناحية الكرة عندنا من البحيرة. موضوع الصرف الصحي عندنا الحقيقة كان فادنا جدا، يعني فادنا من ناحية في أوقات الشتاء في الصرف العادي وكده، فوفر علينا كتير وكده ووقت. ولما سمعت ان في تطوع وكده الحقيقه ما ترددتش، يعني قلت الموضوع كويس جدا وفكره جديده وحاجه كويسه يعني لينا كلنا. تاتي هذه الندوات تنفيذا للتوجيهات الرئاسيه في اطار العمل على نشر ثقافه العمل التطوعي بين شباب الجامعات، وذلك ايمانا من مؤسسه حياه كريمه بدورها المجتمعي في تعزيز قيم العمل التنموي والتطوعي بين شباب الجامعات عبر المشروع القومي حياه كريمه. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. وعن آخر أخبار المال والأعمال مع الزميلة دينا شرف. شكرا لك ياسر. شكرا لك دينا. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. اكتب
استمع وزير الزراعة السيد القصير مع وفد رفيع المستوى من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ممثلا في الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني، والسادة ممثلي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني، وذلك لبحث تدشين مبادرة دعم زراعة 150 ألف فدان من القمح. يأتي الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح الذي يعتبر أحد أهم محاور الأمن الغذائي. أكد وزير البترول طارق الملا على أهمية ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة معدلات الإنتاج، وذلك لتوفير إمدادات مستقرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي شركة أمريكية لبحث أنشطة الشركة في منطقة امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك منذ بدء عملها في مصر عام 2016. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسجل رأس المال السوقي مستوى 706.4 من 10 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10163 نقطة بتراجع بنسبة 7%، ويغلق عند مستوى 10156 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2214 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 37% عند مستوى 2206 نقاط. وفتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 3165 نقطة ليتراجع بنسبة 36% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و62 قرش للشراء و19 جنيه و73 قرش للبيع. اليورو سجل 19 جنيه و18 قرش للشراء و19 جنيه و29 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و6 قروش للشراء و22 جنيها و18 قرش للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و21 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام. وأعلن بايدن عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار. وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات. وفي أعقاب قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى ياسر ودينا، إليكما. شكرا لك يا دينا. شهد محافظ البحر الأحمر والوادي الجديد وأسيوط ونائبة محافظ الوادي الجديد فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات الثلاث. من جهته أوضح محافظ البحر الأحمر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إجراء نوعي وغير تقليدي تنفذه الحكومة تزامنا مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ كوب 27. اشتغلنا بإطار منهاج استراتيجي شوية، احنا عندنا خطة شغالة من زمان جدا في المحافظة، هي خطة بيئية لأن المحافظة عموما محافظة بيئية سياحية، فبالتالي احنا كان عندنا مخطط كان واضح بيتناغم مع الاستراتيجية الوطنية اللي حطاها الدولة
التأثير أو السيطرة على التغيرات المناخية بشكل مشروعات سياحية أو بيئية مختلفة. صدد الفوز في مبادرات في مشروع المشروعات الذكية الخضراء، في مشروع فيما يخص فئة المبادرات الغير هادفة للربح، إحدى الجمعيات مقدمة مشروع عبارة عن زراعة 3250 فدان بالنخيل باستخدام التقنية الحديثة في الطاقة والتقنية الحديثة في الري بالتنقيط، أحدث الأساليب. معدل التنفيذ النهاردة وصلنا إلى 70,000 نخلة، معدل 1250 فدان حتى الآن. الهدف منه نوع من أنواع الاستثمار الأموال للتبرعات والصدقات، الهدف الأساسي التنمية المستدامة. والآن وصلنا إلى المحطة الرياضية في هذه النشرة، وعودة مرة أخرى إلى دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك دينا. شكرا لك ياسر. والآن موعدنا مع أخبار الرياضة محليا وعالميا. حصد فريق الأهلي أول 3 نقاط في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدف نظيف على الإسماعيلي خلال المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز. سجل شادي حسين هدف الأهلي في الدقيقة 73 من المباراة، وحصل لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق على جائزة رجل المباراة اليوم. حقق فريق نادي الزمالك فوزا مهما على فريق سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري ممتاز. افتتح الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة 79 عن طريق شريف رضا في مرمى بعد تسديدة قوية من شيكابالا، وأضاف البنيني سامسون إيكينولا الهدف الثاني في الدقيقة 93 بعد مراوغة من مدافع سموحة ووضعها على يمين الهاني السليمان. حسم التعادل الإيجابي مواجهة بيراميدز مع فريق إنبي في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وبالتعادل بهدف لكلا الفريقين يكون قد تقاسم فريق بيراميدز وإنبي نقاط المباراة في هذه الجولة، ليحتل فريق بيراميدز المركز 7 بنقطة واحدة بينما احتل إنبي المركز 4 بنفس النقطة. يلتقي فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نظيره وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد ضمن الجولة 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وتمكن ليفربول من رفع رصيده 13 نقطة بعد آخر مباراة مع مانشستر سيتي ليحتل المركز 8 في جدول ترتيب البريمير ليج، وذلك بفارق 14 نقطة خلف أرسنال المتصدر. أما فريق وست هام فيحتل المركز 12 في جدول ترتيب الدوري من 11 نقطة حصدها في 10 مباريات. ختام أخبار رياضة، عودة مرة أخرى إلى دينا وياسر. إليكما. شكرا لك دينا. اجتاحت فيضانات غزيرة نيجيريا وأدت لقطع الطرق جراء الانجرافات المائية والأرضية، وغادر المئات من الناس منازلهم بعد انقطاع وسائل الاتصال والكهرباء. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مع الزميلة دينا شرف مرة أخرى. شكرا لك ياسر. شكرا لك دينا. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس طقس مائل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد،
معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 28، الصغرى 22، الإسكندرية 26-19، مطروح 26-19، بورسعيد 26-20، الإسماعيلية 29-19، السويس 28-22، العريش 27-19، طابة 29-21، شرم الشيخ 33-23، الغردقة 31-22، الأقصر 34-20، أسوان 35-22، الوادي الجديد 32-17، شلاتين 33-24، وأخيرا حلايب 30-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. انتهت نشرة الأخبار وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يفتتح مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ ويؤكد أن مشروعات مصانع الرمال متاحة أمام القطاع الخاص. مدبولي يتابع استعدادات طرح عدد من قطع الأراضي والوحدات السكنية للمصريين العاملين في الخارج. شكري يترأس الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء كوب 27 ويؤكد أن المؤتمر يمثل فرصة للتأكيد على الالتزام بمواجهة تغير المناخ. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا يوسف؟ اخباركم ايه؟ كله تمام الحمد لله. النهارده ياسر كان عنده مغامرة عظيمة في ازاي يقدر يبقى واقف جنب البيت والمؤازرة وهو بيشتري الفلتر. موتني ضحك حبيبي. حدوتة. بلاش حدوتة. بلاش الفضايح يا يوسف. لا ده احنا بنتكلم، لان هو بالمناسبة ياسر من الناس اللي تتميز بخفة ظل مذهلة وتلقائية غير متعمدة جدا طبعا. ربنا غير متعمدة، مذهل مذهل مذهل. انت يا يوسف كمان يعني عشرة برضه. بالتوفيق يا حبيبي. حبيبي يا ياسر، ألف شكر ليك وشكرا ليك يا دينا،
منتظرين حلقة متميزة النهاردة نتيجة الأخبار الحلوة النهاردة إن شاء الله. مصنع الرمال السوداء ده يعني نقلة تانية. فضل من عند ربنا والله العظيم. بالتوفيق يا رب يا ميسر الحال. أشكركم جدا وأستأذنكم نبدأ فقرتنا.